السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة رائعة لتشاهد الأفلام بل والمسلسلات أيضا على هاتفك الآيفون والآيباد والآيبود أيوس طبعا أونلاين. هكذا يعني سأقوم في هذه الحلقة بشرح طريقة تنصيب برنامج بوب كورن تايم. هذا برنامج لا يمكنك تنزيله من الأب ستور، ولكن سترى طريقة تنزيله لأجهزة أيوس في هذه الحلقة بإذن الله. هذا برنامج يوفر لك يعني عندما تقوم بالدخول إليه ستجد مجموعة من الأفلام مقسمة أكشن دراما العديد من الأقسام. بعد ذلك تختار الفيلم الذي تريده وتختار الترجمة التي تريد اختيارها. يوجد أيضا اللغة العربية، تشاهد هذا الفيلم أونلاين باللغة العربية بدون الحاجة إلى حاسوب، بل والأفضل من ذلك بأن هذه الطريقة لا تحتاج إلى جيل بريك، والبرنامج مجاني والأفلام كلها مجانية 100%. بالطبع طريقة رائعة، تشاهد حتى الأفلام يعني اليوم تشاهد هذه الحلقة، الغد تشاهد الحلقة التي تليها، تشاهد هذا الفيلم والاتصال بالإنترنت. وطبعا البرنامج ليس بطيء، البرنامج جيد للغاية. يحتاج أنا كلنا نعرف أن الإنترنت في ليبيا بطيء للغاية، ولكن الأفلام إلى حد الآن أشاهد الأفلام ولا أحدث لي تقطعات ولا يقطع الفيلم، بل مشاهدة 100%. ويعتمد بالطبع على سرعة الإنترنت لديك، ولكن البرنامج جيد ورائع للغاية. لا تتعد كثيرا لنمر إلى الشرح مباشرة لنرى طريقة تنصيب هذا البرنامج، وبعد ذلك طريقة مشاهدة الأفلام عليه واختيار الترجمة التي تريدها، بل وأيضا اختيار اللغة العربية في إعدادات البرنامج الكثير والكثير ستشاهده في هذه الحلقة. لا تبتعد كثيرا، ابق معي بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير. المشاهد الكريم، كما ترى أمامك هاتف الآيفون لا يوجد به جيل بريك، وبالطبع الطريقة شغالة مع iOS 7 iOS 8 وأيضا iOS 9، يعني شغالة مع جميع الإصدارات. لا توجد أي مشكلة في تشغيل هذا البرنامج. تنزيل هذا البرنامج على هاتفك الآيفون ستنتقل من حاسوبك إلى هذا الرابط. طبعا في بداية الحلقة قلت أن الطريقة لا تحتاج إلى حاسوب، ولكن فقط في البداية لتقوم بتنزيل البرنامج. بعد تنزيله لن تحتاج إلى حاسوب، بل من الهاتف مباشرة لن تحتاج إلى حاسوب أبدا، فقط في البداية حتى تنصب البرنامج وتنزله على هاتفك iOS. ستنتقل إلى هذا الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو. بعد ذلك ستختار Download Bob Corn Time iOS Installer. تضغط هنا، طبعا يوجد منه نسخة للويندوز وكذلك نسخة إلى أو للماك. عندما تدخل فقط إلى الرابط يعني هو سيعرف تلقائيا بأنك قمت بالدخول من ماك أو من ويندوز. تقوم بتحميل البرنامج أو ملف التنصيب الذي ستحمله من هذا الموقع. بعد اكتمال تحميل ملف التنصيب ستجده بهذا الشكل، ستقوم بفتحه هكذا، ضغط عليه طبعا حتى يتم تنصيب البرنامج الذي سنقوم بتنزيل برنامج البوب كورن تايم من خلاله. إذا كما ترى أمامك مشاهدي الكريم، لا تضغط على نيكست انستول، تقوم بتنصيبه طبعا بطريقة سهلة جدا. الآن تضغط على نيكست مرة أخرى وفينيش، تأكد من هذه العلامة طبعا لتشغيله مباشرة. تضغط هنا على فينيش، الآن سيتم تشغيل البرنامج. إذا كما ترى أمامك مشاهدي الكريم، يقول لك connect the device to your computer، يعني وصل هاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود إلى الحاسوب الخاص بك. إذن لنقوم بتوصيله. الآن يقول لك أضغط على الوثوق في هذا الحاسوب، تظهر كما ترى أمامك هنا، أضغط على الوثوق هكذا، طبعا step 2 كما ترى أمامك الخطوة الثانية. الآن سيطلب منك الإدخال الهاتف في وضع الطيران، أنا أدخلته في وضع الطيران كما ترى أمامك، turn on airplane mode. إذن تقوم بإدخاله في وضع الطيران هكذا كما ترى أمامك. Installing please wait، سيتم تنصيب البرنامج بسرعة وبسهولة. تم تنصيب البرنامج success، تم ترى أمامك. الآن يطلب منك أو يظهر لك عبارة please start the installed app، يعني قم بفتح البرنامج في هاتفك الآيفون قبل أن تقوم بإلغاء وضع الطيران. يعني لأنك إذا قمت بالدخول إلى التطبيق في أول مرة وأنت متصل بالواي فاي سيدخل ويخرج وكأنك لم تفعل شيء. إذا نقوم بالدخول إلى برنامج ووضع الطيران لا يزال مفعل. الآن يمكنك إغلاق البرنامج، هذا لا يوجد أي مشكلة. إذا ندخل للا البرنامج، تضغط على وثوق في أول مرة وتخرج يعني تخرج من البرنامج، وانتهى الأمر على ما يرام. هي أيقونة البرنامج كما ترى أمامك، الآن أقوم بالدخول إليه.
سأشرح لك واجهة تنصيب أو واجهة يعني هذا البرنامج كما ترى أمامك بوب كورن تايم. إذن هنا مشاهد الكريم تظهر لك الأفلام الأكثر مشاهدة أو الأكثر شهرة. يمكنك هنا البحث عن أي فيلم تريده، تكتب هنا الفيلم الذي تريده وتضغط على رجوع. هنا كلمة رجوع كأنها تؤدي وظيفة البحث، عندما تضغط عليها يقوم بالبحث. من هنا تختار الأقسام التي تريدها، يوجد أكشن، بايوغرافي، كوميدي، دراما، فاميلي، العديد من هيستوري يعني أفلام تاريخية، والخيار الأول هي البوبلار أو الأكثر شهرة. يمكنك تغيير لغة هذا البرنامج إلى اللغة العربية من خلال هذه الأيقونة لانجويش، تختار من هنا العربية. طبعا كما قلت لكم الكثير من الأفلام متوفرة ترجمتها باللغة العربية، لا أقول كل الأفلام ولكن الكثير والكثير من الأفلام، يوجد العديد من الأفلام توجد بها الترجمة العربية، وكذلك بعض الأفلام لا توجد فيها الترجمة العربية أو الترجمات الأخرى. إذا نختار أي فيلم من هنا وسنرى كيف أو طريقة مشاهدته على سبيل المثال. سأختار هذا الفيلم كما ترى الفيلم، هذا الفيلم مترجم إلى العربية. من هنا تختار الترجمة التي تريدها، العديد والعديد من اللغات. سنختار من هنا اللغة العربية، بعد ذلك نضغط فقط على ابدأ. الآن تنتظر قليلا حتى يتم معالجة الفيلم أو المسلسل. طبعا يوجد حتى على فكرة يوجد، سأريكم هنا المسلسلات. من هنا التلفزيون، خيار التلفزيون تختار المسلسلات. هنا كما ترى مسلسلات، نختار هذا المسلسل والعديد والعديد من الحلقات التي تراها حادثة واحدة هنا وكأنها حلقة. إذا نرجع إلى الفيلم الذي أريتكم إياه. إذا كما قلت لكم تتم معالجة الفيلم عندما تضغط عليه، تنتظر قليلا حتى يعني تشاهده بجودة عالية وبدون تقطعات، طبعا الصيغة HD. إذا كما ترى مشاهد الكريم الآن سيبتدئ معنا الفيلم، الترجمة واضحة وشغالة 100%، الفيلم بجودة عالية HD. بدنا نتابع قليلا هكذا حتى يعني كما ترى. دون أي تقطعات، لا توجد أي تقطعات كما ترى. أخذ بعض الوقت نعم في وقت المعالجة، ولكن الآن لا توجد أي تقطعات، هكذا رائع للغاية كما ترى مشاهدي الكريم. ترجمة بالألوان مختلفة، الترجمة يعني رائعة واضحة، الفيلم بجودة عالية، لا توجد أي تقطعات كما ترى مشاهدي الكريم. الآن كل ما عليك فعله يعني فقط المشاهدة والاستمتاع بالمشاهدة، لن تحتاج إلى الحاسوب مرة أخرى، فقط من خلال تلك الآيفون عندما هكذا تجلس وتمسك هاتفك وتدخل إلى تطبيق وتشاهد أي فيلم تريده بالترجمة العربية. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، رجاء أن إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وسبسكرايب. يظهر الآن أسفل الفيديو على يميني كنا أظن هنا، قم بالنقر عليه قبل إنهاء الفيديو لتتوصل بجديد الحلقات شبه يومية على مدونة العالم الافتراضي وقناة العالم الافتراضي. يمكنك كذلك زيارة مدونتي الرسمية th3vw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، إلى اللقاء.